هي فايدة حساب التوفير بتتحسب ازاي؟ وايه مميزاته وايه عيوبه؟ انت بتحسب لك فايدة حساب التوفير على الفلوس اللي قعدت في حسابك من اول الشهر لاخر، يعني الفلوس اللي قعدت في الحساب من يوم 1 في الشهر ليوم 30 في الشهر هي اللي بيتحسب عليها فايدة. فلو جيت سحبت بقى قبل ما الشهر يخلص بيوم واحد مش هيتحسب لك فايدة على المبلغ اللي سحبته. ولو حطيت مثلا فلوس في حساب التوفير يوم 2 في الشهر مش هيتحسب لك عليها فايدة في الشهر ده، هيبدأ يتحسب لك عليها من الشهر اللي بعده. ممكن تختار ينزل لك فايدة حساب التوفير كل شهر او كل 3 شهور او كل 6 شهور او كل سنة، وده بتختاره وانت بتفتح حساب اول مرة. مميزات حساب التوفير ان الفلوس كلها بتبقى تحت ايدك، تقدر تسحب منها في اي وقت. عيوب بقى حساب التوفير ان الفايدة بتاعته متغيرة، يعني بتتغير كل ما البنك المركزي بيغير سعر الفايدة، وده يخليك مش ضامن ان يجيلك دخل ثابت لفترة معينة زي مثلا الشهادات او الاذون.